يدفعنا في الواقع أستاذ مقور للحديث عن مسألة التمويل، تمويل الدعم، سواء تعلق الأمر من خلال صندوق المقاصة أو من خلال السجل الاجتماعي الموحد، هذا يطرح إشكالية تمويل هذا الدعم، لأنه في هذه المرحلة ستكون الحكومة مجبرة على تمويل سياسات دعم مباشرة للمواطنين الذين هم مستهدفون بسجل الاجتماعي الموحد، ولكن هناك أيضا مواد أساسية كالدقيق أو الغاز أو غيرها التي هي مشمولة بدعم صندوق المقاصة، وهذا يستنزف كثيرا من ميزانية الدولة. كيف يمكن تدبير لنقول هذا الإكراه التمويلي؟ بطبيعة الحال هذا إكراه تمويلي، ولكن الدولة لها سياسة مالية ونقدية بطبيعة الحال ميسرة من أجل جلب هذا المال، من أجل جلب الدعم. هناك مثلا كاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مثلا كاستقطاب مثلا محاربة الغش الضريبي، مثلا التهرب الضريبي، مثلا كالرفع من الرسوم الجمركية، مثلا كتعزيز ميزان الصادرات. بالنسبة للمغرب أننا نلاحظ أن ميزان الصادرات فهو متوسط جدا، لذلك يجب على الحكومة أن تغلب ميزان الصادرات على ميزان الواردات من أجل استقطاب العملة الصعبة واستقطاب الأموال من الخارج. كذلك يجب الاهتمام بالسياحة، لأنها مثلا تفضي بمردود مهم على الدولة المغربية، ما يناهز 6 مليار دولار أو 7 مليار دولار في السنة. كذلك تمويلات المغاربة في الخارج مثلا 6 إلى 7 مليار دولار. كذلك نلاحظ أن سعر مثلا الفوسفات لقد ازداد ثمنه مثلا في السوق الدولية من 2300 درهم إلى 8000 درهم للطن. هناك موارد مالية كبيرة، خصوصا في مجال الضرائب، في مجال الجمارك، في مجال مثلا سعر الفائدة إلى غير ذلك. من هذه المقاييس يمكن للحكومة، يمكن للبنك المركزي أن يدعم هذا الدعم، لأن هذا الدعم سوف لن يصل إلى 3 أو 4 مليار دولار. فهذه ليست بالأمر المستحيل على الدولة. هناك مجموعة من العوامل، مجموعة من الركائز في السياسة المالية النقدية بتنسيق بطبيعة الحال مع وزارة المالية والبنك المركزي من أجل استقطاب طرق استقطاب هذه الأموال. كذلك التقليص من الإنفاق الحكومي في البنيات التحتية، خصوصا بالنسبة للمشاريع غير المنتجة. مثلا هناك مجموعة من الصفقات العمومية التي تعطى في مجموعة من المشاريع التي دابا الاقتصاد المحلي المغربي ليس في حاجة إليها. هذه الأموال تعطى للدعم المباشر مثلا في هذه الظرفية الاقتصادية، ليس فقط وطنيا وإنما دوليا، ترشيد النفقات، ترشيد الإنفاق الحكومي بطبيعة الحال. من هذا الباب يمكن استقطاب أموال إلى غير ذلك.